هذا 11 عام تقريبا اللي لحقت دابا، وحنا كنسالوا الحق ديالنا، وحتى شي واحد ما دا فينا، ما خلينا فين مشينا، لا عند المحاماه ولا عند المحكمه ولا كل شيء، حتى شي واحد ما عمره خرجوا لنا الحق ديالنا. وانا خدامه لمده 20 سنه في شركه ايكوماي كونفيكسيون، وهذا الشيء اللي كنطلبوا، كنطلبوا بالحقوق ديالنا وديال هاد الناس. اول حاجه بعدا كنبغي نقولها ان كنشكر السلطه الرابعه اللي كانت مساندانا، ولحد الان حنا ما لقيناش اي باب طرقناه، ما كنلقاوش شي حل. دابا جينا المحكمة التجاريه، كان خدا لينا القيد واحد الموعد مع السانديك، وهاد الناس راه كيطالبوا بحقهم، راه ما تيطالبوش بشي حاجه مستحيله، راه هاد الناس ما تيطالبوش بشي من عجائب الدنيا السبع، تيطالبوا بشي حاجه من عجائب الدنيا السبع، راه ما تيطالبوا لا بتاج محل ولا بحدائق معلقه. هاد الناس راه تيطالبوا عبد الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. هاد الناس راه كتشوف راسها غتشرد، هاد الناس راه بداو كيحزوا لهم على ديورهم، اللي هما ديجا مخلصين القرض ديال البنكه اللي كانت الشركه كتقطع لهم، مع الاسف هما كيسدوش هما الابناك. دابا الابناك ولات باغا تحجز الناس على الديور ديالها، باغا تشرد عائلات، راه ماشي باغا تشرد، راه الشركه فيها 1200 شخص، راه ماشي 1200 شخص اللي غتشرد، 1200 عائله، لان كل عائله فيها على الاقل واحد 6 الناس، يعني الا درنا عمليه حسابيه واحد 7000 تاع الناس غادي تشردوا. راه حشومه عليكم. جرى علينا كاسي بالضبط، بغينا نعرفوا علاش جرى علينا، حنا جايين كنهضروا على حقنا، وجايين قانونيا وجايين سلميا، ما جايين نتغاوت، ما جايين كنتصادعوا، جايين داوينا على حقنا، وباغيين نقلبوا على الحق ديالنا اللي تهضم، اللي ما عرفنا فين مشى 12 سنه هذه. ملفات لقيناهم ما كاينينش جاونا، لقيناهم كاينين جينا سولنا على الملف ديالنا، قال لك الملف ديال ايكوماي ما كاينش، ورغم انه من هنا سيمانه كان ملف تاع ايكوماي، ودازني في المحكمه التجاريه، ملي هبطنا الصندوق كنا كنلقاو زيرو درهم. البارح لقينا فيه 36 مليون، بغينا نعرفوا هاد الفلوس كتكون وكتمشي، فين كتمشي؟ بغينا نعرفوا رزقنا فين كيمشي، هذاك راه رزقنا، راه ناس ماتت، وناس راه شاده الفراش، وناس مريضه وواقفه، مثلا انا دايره فتحات على داري، واقفه بزز، راه جايبه معايا كاروستي، كنجلس وكنوض. حشومه عليهم وعيب عليهم، يعطيونا حقنا، ما باغين منهم والو، ما غيعطيوناش من جوباتهم، هذاك حق ديالنا من حقنا ناخذو، وغنبقاو ناضلو عليه اللي حسن ناخذو، كاع الابواب غادي نطرقوها، ومعنا ناس الحمد لله، وربي سخر لنا ناس، غادي نبقاو ان شاء الله حتى غناخذو حقنا، قد ما طال الوقت غناخذو حقنا.